عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي نديكم معايا لواحد البحر اللي بزاف ديال الناس هنايا تلقاهم في مدينه الصويره وما عارفينوش فين جا وما عارفينش الطريق ديالو. بحر زوين يعني خاوي كيجيو له الناس اللي عندهم فقط طروبيلات، يعني ما يمكنش تجي له برجليك حيت بعيد شويه. هو قبل ما تدخلي المدينة الصويره في الديابات، واحد البلاصه تيقولوا لها الديابات. انتما كاين هنايا المسجد، كاين هاد الدخله هادي اونفاس مع 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 الجامع. ضروري خاص الطوموبيل حيت بعيد، ولكن راه رائع اروع. الناس فيه مخيمين، يعني هذا التخيام ديال التخيام. داخل شويه ولكن زوين وفيه الامن، و يعني البوليس. هذا واحد البرج يقولوا له برج البارود، يعني واعر واعر. واحد هبط هنايا، جينا كنصوروا هنايا، وهاديك اللي عند داك لسان طويل عرفتي خرجت لي، ما عرفتها منين خرجت، عرفتي هربتها عرفتي خفت، ما عرفتها منين خرجت. يعني هاد البلاصه هادي فيها، المهم راكم عارفين البلاصه اللي تيكون فيها الخلا، عرفتي يكون فيها الحشرات، يكون فيها الحناش وداك الشيء. انا ما عرفت هذيك خرجت ليا. المهم طلعنا في الطوموبيل، كملنا بغيت نصور لكم هذه البلاصه هذه تيقولوا لها برج البارود، وكملنا بالطوموبيل. جا داخله بزاف، اللي ما عندوش طوموبيل كيجيب داك الماطر ديال البحر كيدخلوا له، دايرين ليهم 200 درهم للساعه. المهم مشيت انا قيلت فيه النهار كامل، واخا كان الريح بزاف. انا مع ثمانية هاد الزهر هذا مع هاد الريح، البلاصه اللي كنمشي فيها اللي كنمشي ليها كنلقى فيها الريح. المهم دخلنا دبرنا على واحد العشيشه، واحد البلايصه مبنيه بالعواد، درنا الملاية، درنا الباراسون، نزار. المهم درقنا نتايا معايا انا الماتيريال كامل ديال البحر، كراسة باراسون داكشي عندي شاريه. يعني الا مشيتي تبقاي كل بحر تمشي تشري كل نهار، يعني تكري الكراره شحال قدك، يعني راه الفلوس راه راكم عارفين بنادم اللهم يشري حاجه وتبقى عنده ديما فيما مشى، راه غادي يدي معاه الماتيريال ديالو، كراسه ديالو، باراسون ديالو. راه كاين الكران، راه مشينا لذاك البحر ديك النهار في الجزيره، الباراسون الكراسه ديالو دايرين له بمية درهم بزاف. اللهم دي معك باراسون ديالك ودي معك كراسه ديالك وهني راسك. هنايا قلت لكم كيما قلت لكم انا كان الريح، كان ديك الرياضه ديال ركوب الامواج واعر. داكشي كان الجو يعني فيه الريح تيحمق، وما هادو النصارى كيبغيو يلعبوا في مدينه الرياح. وكاين الخيل، كاين الجمال، دوك المطر ديال البحر مشات ليا الاسم ديالهم. مهم هنايا اول حاجه درنا هي شعلنا العافيه باش نديرو الطويجين ديالنا يطيب، جبتو من الصوب خاصو غا يطيب. هنايا قادينا البلايصه ايوا صافي. شوفوا معايا الجو كي داير، بحر خاوي. انا ما قديتش نعوم فيه حيت كان الريح بزاف وكان شويه بحال هايج. المهم استمتعنا بمناظر زوينه، الخيل كيدوز وكيجري، ودوك اللي كيديروا ركوب الامواج. المهم دوزنا نهير زوين، ضحكنا ونشطنا فيه. هاد البحر هذا زوين ديال الديابات، شوفوا دوك اللي كيديروا ركوب الامواج. شديت لكم هاد اللقطه هادي، موينا عماره داخله البحر. قالت هاد البحر هذا شنو عجبها هي فيه؟ دوك المحكات ديال الرجلين عرفتي شحال من شحال من وحده جابت ليا، شحال من حجره قالت لك نديهم كادو. ايوا هنايا راه باقي كيشعل العافيه عادي، لا باقي كيشعل العافيه، مقاتل معاه مع كان الريح ما خلاتش له العافيه تشعل. حتى درنا واحد اللعيبه
هذيك الحديده غطينا الريح، وشوفوا الطواجن ديالنا كيفاش كيطرطخ تي غلي. وهنايا راه طاب لينا وحطينا كلينا. ايوا صافي، درنا واحد البريريد ديال اتاي، جايبين الماتيريال معولين على التخيام. ونتمنى هذا البحر هذا يعجبكم. شو هذا الحجر هذا تعجب امي نعيمه، هذاك واحد الكليب جالس مقابل معنا مسكين باغي يدبر على راسو، قاعدين كنلوحوا له وبقى عس علينا تما. ايوا صافي، كان هذا هو البلاج ديالنا، نتمنى يعجبكم. وهاد البلاج هذا راه زوين بزاف. وواحد الحاجه غنهضر عليها، شيء مؤسف، انا شفت واحد المنظر في هاد البلاج هذا. تخيلوا معايا، الناس كيجيو كيخديو الاغراض ديالهم كيخيموا وتيخليو الازبال الحشومه، كيقول لك واحد المات الله يلعن لي ما يخلي بلاصتو نقيه. مشيتي لواحد البلاصه غابه بحر، خلي بلاصتك نقيه، راه حشومه والله العظيم. الا لقينا القور النصارى دايرين ميكات وقاعدين كيجمعوا الازبال ديال العرب، قسما بالله درت معايا قاوريه قالت لي النظافه من الايمان. علاش؟ قالت لي، قالت لي خاص يكون حب الوطن. قسما بالله تصدمتنا، قالت لي خاص يكون حب الوطن. مشيتي لواحد البلاج زوين خليه نقي باش واحد اخر يجي ويلقاه نقي، ماشي انت توسخ واحد اخر يوسخ واحد اخر يوسخ، راه لا حول ولا قوه الا بالله. مشيتي لواحد البلاصه لقيتيها زوينه وخليها زوينه باش واحد اخر يجي ويعجبوه. هاد المدينه هادي تعجب بزاف ديال الناس. المهم على العموم، نتمنى يعجبكم هاد. انتم كما كتشوفوا حنا راه سالينا دابا راجعين. الدخله ديالو هذا الجامع ديال الديابات انفاس الدخله. حاولت نشد لكم الطريق بالضبط ديالو. هنايا طالع للدار، هنايا للغزوه. ونتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. واحد لايك وكومونتير من عندكم. خليتكم على خير وبخير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله.